السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وعندي واحد سؤال في الدكتور. يا مولاي. الوالد ديال الله يرحمه توفى. وعندي الصورة ديالو، الصورة ديال عمامي، وديما كنشوفها وكنقول الله يرحم شي، يعني كنقول الله يرحمه. إيه. وبعد الخطرات كنطلق القرآن وكنقول يا ربي، وكنشوف ديك الصورة، يعني كنشوف الصورة ديال عمي عمامي بجوج والوالد دي، يعني كنشوف فيما شفتهم كنقول الله يرحمهم. وديك الصورة يعني فاش كان على راه هي معلقة عندي في البيت. لا إله واش عندي وكما عندي شي دنج أو كما عندي شي حاجة. لا إله إلا الله خويا، لا إله إلا الله، الله يطول عمرك أسيدي. أخي جمال، بالشأن الصور اللي ديال الوالدين كتشوفهم وكترحم عليهم، الصور في البيت ليس فيهم مانع. غتسمع بعض العلماء والفقهاء غادي يقول لك حرام، كاين اللي كتسول عن التصوير غيقول لك حرام. هناك علماء اجلاء محدثين كبار، واذا سالتهم عن هذا الحكم غادي يقول لك حي التصور ديال الاموات حيد من البيت. ولا سولتي علاش، غادي يستدلك باحاديث نبويه شريفه صحيحه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. فسيدنا النبي حكم على المصورين باللعن، ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فده في تخويف من التصوير، فالمهنة حرام والعمل المنجز هو حرام. فغادي يفتي المفتي وغادي يقول لك بعد دارك من الصور كاملة. لكن هذا الرأي فيه شذوذ، لأن الصواب أن هذه الأحاديث هي صحيحة وفهمها هو غير صحيح. الفهم ديالها يرجع أن المخاطب في هذه الأحاديث هم أولئك الفنانون والرسامون الذين كانوا يرسمون الصور كآلهة، تتخذ أصناما وتتخذ أوتانا وآلهة تعبد من دون الله. هذا هو المقصود بالمخاطب، الناس اللي كانوا كيرسموا صور فيها آلهة، صورة إساف ونائلة ذكر وأنثى، أقام الفاحشة في الكعبة فمسخهما الله تعالى، كيتسمى إساف ونائلة. وعندهم اللات والعزة، العزة هو إله ذكر واللات أنثى، وعندهم صورة معينة، وعندهم هبل هو كبير الآلهة، وعندهم ياغوت وياغوت وسواع وغيرهم من الأصنام اللي هم طيور وأحصنة وبغال وطاووس. هذه كلها صور كانت تتخذ كأصنام تعبد من دون الله. هذا هو المقصود اللي قال فيهم النبي الكريم: لعن الله المصورين، وإن أشد الناس عذابا المصورون. أما هذا التصوير الآن اللي كتسمى الفوتوغرافي أو حتى الرسم اللي كيكون سواء كان عنده ظل أو لم يكن له ظل، فهذا لا يدخل في هذا السياق، هذا كتسمى قياس مع الفارق ولا ينطبق عليه هذه النصوص. لهذا حتى العلماء اللي قالوا واحد النهار في واحد الزمن قالوا بالحرمة ديال هذه الصور، واحد العالم كبير معروف في الشرق، فحينما طلب منه أنه غادي يسافر خارج أرض الوطن قال لي خصك تصب جواز سفر، وجواز سفر لابد أن تكون فيه صورة، فوقع له حرج، قال لي التصوير حرام. لكن قال لي سفرك الآن من بلدك العربي إلى بلد أوروبي غتنشر فيه الإسلام وغتنشر فيه الدين والناس متعطشين للمعرفة ديالك، عاد اقتنع بأن هذا استثناء، قال الصورة الفوتوغرافية من أجل بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر، هذه صورة عادية غير متحركة. لكنه لما سافر إلى الدول الأوروبية ولقى المسلمين متعطشين للمعرفة وجاءوه بالكاميرا لتسجيل محاضرته، قال لهم لا حرام. قالوا لي يا سيدي هذه المحاضرة الآن كيسمع لك 500 واحد، ولكن إذا سجلناها ربما غادي يعودوا 5000 أو 5 ملايين أو 50 مليون مشاهد اللي غادي يستفدوا كلهم من هذه الصور ديالك. فعاد فهم بأن المقصود وهو أن نشر الدين فيه نعمة وخاب التصوير أو غير التصوير. والصورة هي مباحة لأن النبي الكريم كان ينظر في المرآة،
سيدنا النبي كان ينظر في المرآة وكلما نظر إلى المرآة كان يقول اللهم كما أحسنت خلقتي أحسن خلقي. المرآة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة الآن سواء الثابتة أو المتحركة هي بحال بحال الحكم المرآة، غير انعكاس الظل وحصر الظل، فالأمر مباح. فيكون عندي صور في بيتي نعلقهم أو نديرهم في ألبوم ونشوف فيهم الأموات تاع العائلة، نشوف الوالدين والأحباب، هذيك ذكرى من الذكريات. وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وذكرهم بأيام الله. التذكرة، التذكرة مهمة. أنت غتشوف هذه الصور مش غتعبدها، غتفكر الوليد والوليدة والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وأصحابهم اللي كانوا معاهم، آه يا زمن. وغتشوف هذه الصور وغتذكر كيفاش صاروا الآن تحت الأرض، وكانت أيام سعيدة دوزوها، أش من أعراس وأش من احتفالات وأش تجمعات، والآن انقضى عمرهم وصاروا إلى التراب ونحن بهم لاحقون. فكتذكر وكتشعر بالإيمان وكتشعر باليقين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول لنا تذكروا هذه من لذات، تذكروا هذه من لذات. أنا غير اليوم والله العظيم بكيت بكاء شديدا، كنت كنشوف في بعض الفيديوهات القديمة ومررت على واحد الفيديو جميل وهو الدروس الحسنية الرمضانية في السبعينيات من هذا القرن، وبقيت كنشوف شي صور وشفت المشمول برحمة الله الحسن الثاني طيب الله تراه، وشفت معه واحد مجموعة ديال الرموز ديال الدولة اللي كان عندهم واحد دور عظيم، منهم السيد رشيد رضا قدير وعثمان والعراقي والفيلالي، واحد مجموعة ديال الرموز أعيان ديال الدولة. وشفت الشيخ اللي كان يلقن الدرس الشيخ داودي رحمه الله، محمد داودي رجل عظيم من علماء فاس القرويين، إيه كي كانوا العلماء، العلماء كانوا كي السلطان يحترمهم ويقدرهم، علماء أجلاء. وشفت درس الشيخ محمد الأزرق وما أدرك محمد الأزرق، وشفت كل السفراء والأعيان ورجالات الدولة والجهاز الدبلوماسي والسلك الدبلوماسي والسلك العسكري، وكلهم هتشدتوا في السبعينيات، كلهم رحمة الله عليهم أجمعين. كان قلب كنقول شي واحد يكون باقي على قيد الحياة سبحانك يا جديد. لم أعد أستمع إلى مضمون الدرس اللي كيلقى فيه العلامة الجليل وهو موضوع كبير وعظيم، ولكن لقيت الموعظة في النظر إلى الصورة إلى الفيديو، هو في حد ذاته صار موعظة بالأبيض والأسود. قلبك كتشعر بأن الحياة لا تستحق منا كل هذه الاهتمام وخافوا عليها ونبكيوا عليها ونتحسروا عليها، ها هم ملوك ورجالات دولة عظام وكلهم صاروا إلى الرحمن. فالصور ممكن أن تصير هي في حد ذاتها موعظة بلغة. فأخي الفاضل بارك الله في صور والديك، المقصود أننا لا نتعلق بها كما يتعلق بها الهندوس أو اليابانيون كي عبدوا الأصنام، بقى عندهم اليابان الآن كدولة متقدمة متحضرة كبيرة كتعبد تمثال البوذا والعياذ بالله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.